الأم الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا من أرضية هذا الميدان نحييكم ونجدد لكم تحية انطلاقة شوطنا الثاني عشر الذي يخصص للثنايا المهجنات الأصايل 8 كيلومترات. هي مسافتنا، هي انطلاقتنا في مهرجان المرموم 2023 بطلقات أبناء القبائل، وهذه الشعارات الجميلة المميزة الذهبية أيها الإخوة التي تنطلق بحفظ من الله ورعايته لكسب ونيل المركز الأول والزعفران والناموس والإنجاز. أشهد أن ثمين في هذا الميدان، في ميدان المرموم، وبالخص هنا في هذا المهرجان الختامي الكبير، هذا الختامي المميز أيها الإخوة بدعم أصحاب السمو الشيوخ بهذا التراث العربي الأصيل، هذا التراث المميز أيها الإخوة. شوط الجعدان المهجنات إلى أين سوف يغادر؟ إلى أين سوف يذهب أيها الإخوة؟ هذا دائما والعلم عند الله. المركز الأول هناك الذيب وعبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري، من يسيطر، من يستفتح إذاعتنا الجميلة. النقل على المركز الثاني رحال وسالم، ولا هناك من الجانب الآخر شاهين لسعيد بن سالم بن حمد العويسي. النقل على المركز الثالث البارودي وحمد بن ضبيب بن سليمان الشامسي، يلا يا بن ضبيب. النقل على المركز الرابع، اللي في المركز الرابع هناك أيها الإخوة أيضا أرى أدعج للسيد حمد بن سيف بن حميد الشامسي. النقل على المركز الخامس، اللي في المركز الخامس أرى في هذه اللحظات شايم وتعود ملكيته لمحمد بن صالح بن حمد القمرة النابت، بينما اللي في المركز السادس، اللي في المركز السادس حضورنا الكريم جمهورنا المميز ما شاء الله متابع هذه الانطلاقات الجميلة قناص ومانع بن علي بن محمد بن حماد. هناك أيها الإخوة جلمود لسعيد بالعصري بالحب العامري، بينما اللي في المركز السابع، اللي في المركز السابع أرى من الجانب الآخر هناك أشوف في هذه اللحظات اللي هم دلل ومنصور بن عيد بن مصبح بن محمد السبي، وفي المركز العاشر ما شاء الله ولا المركز الثامن بنقول هناك نهام وحمد بن راشد بن حمد بن غدي الاشتبي. انتقل وياكم الى المركز التاسع، اللي في المركز التاسع ايها الاخوة ايضا حضور جميل، حضور مميز هناك من هذه الانطلاقات الجميلة المميزة ما شاء الله، يا مرهي ومطر بن محمد بالطبيعة الاجتبي. وفي المركز العاشر نختم هذا النداء هناك بمتعب وعامر بن هادي بن حوير بالمنصوري. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا لمراكزنا العشر، ذعناها عليكم كاملة مكملة. والله وين العشر أسامي؟ هناك شعارات لن يحم موعد دخولها في عالم هذا النداء الجميل، هذا العالم المميز ما شاء الله، في دخول انسحابي، في دخول تكتيكي، ولكن دبي ريسنج ما شاء الله تنقل وتلقط كل حدث جميل ما شاء الله ما بين هذه الأسامي الكبيرة، الأسامي المميزة. الناموس متجول أيها الإخوة، والسلام متجول ما بين هذه الأسامي الحاضرة والكبيرة والمبدعة ما شاء الله على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط. الله هناك أيها الإخوة عودة من جديد، عودة إلى الذيب عبد الهادي بن محزم الراشد الشهواني الهاجري، بالسلامات إلى الشحانية وإلى قطر الخير. نقلتنا على المركز الثاني، إلى المركز الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن أرى في هذه اللحظات جلمود وسعيد بالعصري بالحب العامري. أنتقل وياكم إلى المركز الثالث شاهين وسعيد بن سالم بن حمد العويسي، يلا يا بن ضبيب البارودي القعقاع بن حمد بن سليمان بن ضبيب الشامسي. الله الله يا مذيعنا، الله يا المحترف دائما في هذا العالم الجميل. بس ركز يا القعقاع. نقلتنا هناك على المركز الخامس هرى في هذه اللحظات الجميلة أدعج وحمد بن سيف بن حميد الشامسي، بينما اللي في المركز السادس ايضا وصول منذر في سادس المراكز
وحمد بن محمد بن عبيد القلي. وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن أرى في هذه اللحظات فجاج في ثامن المراكز. أشوف التسلل، أشوف التسلل ما شاء الله من هذه الأسامي. متعب 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 للسيد عامر بن هادي بن حويرب المنصوري، بينما اللي في المركز التاسع، اللي في المركز التاسع يا هي أسامي يا هي أسامي يا هي يا هي أسامي كثيرة أيها الإخوة. تاسع المراكز سياف وكردوس بن محمد بن سالم العامري، النقلة على المركز التاسع. الله الله الله، شو بتكلم شو بقول، هناك شرشور شرشور. وعبد الله بن حمد بن سالم بن حضيرم لشتبي، وين الأسامي وين الشعارات؟ إن سألتوني عن الموقع يعني نحن غادرنا أربعة كيلومترات انتهن، ولكن يبقى الأهم أيها الأخوة في هذا العالم، في هذا المعترك الجميل، الكل حاضر يبل الأول، الكل حاضر يبل الأول، ولكن وين الشهواني؟ يا الشهواني عطني أخبارك مع الذيب، عطني أخبارك عبد الهادي بن معسن بن راجل الشهواني الهاجري منفرد أيها الأخوة، ما أخذ كادر الروحة هناك، منفرد مع دبي ريسنج بالكادر العلوي، ما أخذ الكادر العلوي الروحة الحالة الحالة الحالة. ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق، نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للأخوة المشاركين الحاضرين. المركز الثاني اللي في المركز الثاني، أشوف في هذه اللحظات يا بالعصري يا بالعصري جلمود سعيد بالعصري بالحب العابري، نقلتنا على المركز الثالث. هناك وصول في هذه اللحظات المميزة شاهين وسعيد بن سالم بن حمد العويسي. أو بوي يا بوي يا بن ضبيب يا بن ضبيب مع البارودي، هناك القعقاع بن حمد بن ضبيب الشامسي أيضا قادم بكل قوة، باحث عن نقطة في هذا المهرجان الكبير. النقلة على المركز الخامس أيها الأخوة، وصل في هذه اللحظات منذر وحمد بن محمد العبيد الأقبلي سادس المراكز. هناك من الجانب الآخر أيضا حضور وجود أيضا متعب وعبد عامر عبد الهادي بن حويرب المنصوري، بينما اللي في المركز السابع في هذه اللحظات متعب للسيد عبد العلي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني بن شير المري. وفي المركز الثامن أرى في هذه اللحظات وجود اسم جميل شرشور وحب عبد الله بن حمد بن سالم بن حضيرم الاجتبي. وفي المركز التاسع اللي في المركز التاسع مرهي للسيد مطر محمد بالطبيعة. وفي المركز العاشر والأخير أيها الإخوة، عاشر النداء، هناك في هذه اللحظات وصول سياف كردوس بن محمد بن سالم العامري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي. الذيب 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 اللي مسيطر على المركز الأول، اللي صامد على مقدمة هذا الشوط، وتعود ملكيته عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الحضور. بالعصري ايضا يقدم جلمود ثاني المراكز سعيد بالعصري بالحب العامري، ولكن شوف اللي واصل، شوف اللي واصل، وصلت الاسامي، وصلوا هالبطلايب شاهين شاهين في المركز الثالث ايها الاخوة، وتعود ملكية شاهين للسيد شاهين أيها الإخوة للسيد حمدان بن سعيد بن سالم بن حمد العويسي. والبارودي البارودي يا الشاعر يا القعقاع يا بن حمد يا بن ضبيب أيضا مقدم نوعية جديدة. المركز الخامس، المركز الخامس وصول أيها الإخوة منذر، ولا هناك اللي غير في هذه اللحظات. نعم نعم شعار لقفلي حمد بن محمد بن عبيد لقفلي، ولكن يا بوي يا بوي من اللي اقترب؟ هناك شرشور وعبد الله بن حمد بن سالم بن حضيرم الاجتبي لسامي، ولكن الشهواني ولا اشوف غير بالعصري. نعم غير غير صدارة الشوط، غير على المركز الاول جلمود سعيد بالعصري بالحب العامري ايضا صامد متحدي الجميع على هذا الموقع الكبير، هذا الموقع المميز. المركز الثاني ارى شاهين حمدان بن سعيد بن سالم بن حمد العويسي. وفي المركز الثالث اشوف اللي في المركز الثالث شرشور شرشور
شور 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 وعبد الله بن حمد بن سالم بن حضيرم التبي البارودي اتى في المركز الرابع وهناك القعقاع بن حمد بن طبيب الشامسي اشوف من الجانب الاخر بن نشير يا بن نشير باحث عن نقطة ثانية في هذا الصباح الجميل علي بن راشد بن نشير ايضا حاضر ومتابع هذه الانطلاقات ما شاء الله مع متعب ولكن الشوط بدأ يحلو ايها الاخوة السرعة بدأت تزيد التغييرات طارية وجارية شرشور 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 غير على المركز الاول وعبد الله بن حمد بن سالم بن حضيرم بن نشير هناك من الجانب الاخر ايضا قادم بكل قوة مع متعب وعلي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني اللحظات الاخيرة يلا يا حمدان يلا يا حمدان يلا يا راعي جاهين حمدان بن سعيد بن سالم بن حمد العويسي اللحظات الاخيرة اللحظات الأخيرة شاهين والنار هناك متعب لعلي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني الله النقطة الثانية النقطة الثانية استحلها أيها الإخوة النقطة الثانية استقر بها ولكن حمدان بن سعيد بن سالم العويسي مع شاهين في اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة يا العويسي يا العويسي إلى سلطنة عمان أيها الإخوة وإلى ند الشبا إلى ند الشبا ند النجازات والنواميس مع شاهين حمدان بن سعيد العب سالم العويسي وسلام ند الشبا سلام المركز الثاني أيها الإخوة هناك شاهين لمتعب عفوا لعلي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المركز الثالث شرشور عبد الله بن حمد بن سالم بن حضيرم الاجتبي وفي المركز رابع المراكز من أتى أيها الإخوة رابع المراكز هناك ما شاء الله شاب خالد بن حميد بن حارب المهيري وفي المركز الخامس مظفر بن أغلام البلوشي ياهو شوط والله جميل ما شاء الله شكرا 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 على هذا الحضور 12 دقيقة 29 ثانية بالوفاء والتمام حمدان بن سعيد بن سالم العويسي وسلام يا العويسي وسلام لد الشبه أيها الإخوة 12 دقيقة هناك 30 ثانية 6 من أجزاء من الثانية تهانينا لمالك متعب لعلي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني والثالث المراكز بالتوقيت 12 دقيقة 32 ثانية 3 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس عبد الله بن حمد بن سالم بن حضيرم آل اجتبي